يؤكد فوزه، لكن الأهم والأبقى هي فكرة الأخلاقيات والسلوكيات والاحترام للآخر. الهيصة الكبيرة اللي قامت حوالين سيسي وداوودة لحد امبارح الساعة 5 قبل التوجه لملعب المباراة، بيتلقى اللعيبة تليفونات من وكلائهم بيقول لهم ان كنتوا هتخصم منكم 1,000,000 جنيه من نادي الزمالك لما ترجعوا له في نهاية الموسم، بحجة ان هم وقعوا على لائحة في نادي الزمالك. طبعا ده مش كلام مش مظبوط، واللي قاله امبارح كابتن وليد صلاح الدين حوالين ان اللاعب بيوقع على لائحة واحدة فقط، وهي لائحة الفريق الذي يلعب له مش المتعاقد معاه. يعني النهارده لعيب معار الى الاتحاد السكندري اللي بيلعب له سيسي وداوود هو الاتحاد، فبالتالي بيوقع على لائحه النادي اللي هتطبق عليه في حاله الفوز وحاله الخساره وحاله الغياب وحاله الايقافات وحاله المكافئات، هو ده اللي بيوقع عليه. لكن اي كلام تاني بقى عن فكره ان انا هعاقبه لما يجي لي تاني، ده كلام ليس له محل من الاعراب. النهارده مستر باتريس كارتيرون طبعا كان زعلان على نتيجة التعادل مع الوصل الإماراتي. الوصل الإماراتي فرقة كويسة جدا، محدش يقول لي بقى ان ترتيبها في جدول الدوري الإماراتي متراجع، لكن اللي احنا شايفينه النهاردة فرقة بتلعب كورة، فرقة عندها إرادة فوز، فرقة بتمتلك لاعبين يمتلكون الحلول الفردية والمهارات الفردية العالية اللي يقدروا يغيروا بيها نتيجة مباراة. ضغطوا على النادي الأهلي بعد تقدمه بهدف واستطاعوا ان هم يتفوقوا، لكن مروان محسن كان له رأي آخر في الدقيقة 95 من المباراة. كارتيرون قال إن هو غير راضي عن التعادل أمام الوصل الإماراتي، وإن هدف مروان محسن منحنا الأمل في مباراة العودة. مباراة العودة لو انتهت بتعادل سلبي يخرج النادي الأهلي.